شارع خط سريع ما يقدر الطفل يعبر من هنا، اكو مدرسه هنا عشان الاطفال تعبر منهم يعبر من جوا النفق، المي كله عايز الجو على النفايات عبر الشارع كله مسدود من النفايات وهذا، ومدرسه اكو هنا اطفال تعبر عليه، الناس تعبر منه حريق. الاطفال شلون تعبرهم؟ الاطفال لازم يجي واحد يعبرهم، والله كثير صارت حوادث هنا. ايه يعني على الاطفال صارت؟ على الاطفال ايه، وسيارات تلقى وحوادث حريم. ليش ما ينظفوها؟ وهذا الجسر يسووه؟ هو هذا الجسر الاعمار، ولو جسر يعبرون منه لو النفق. ايه هاي الموجود. وما حد لا يقدر احد يجي يسوي، لا اكو حد جاي عمر، لا حد جاي ابد، كل شيء ما حد سوى له. هذا على حط ايدهم مثل ما هذا من التحرير لحد الان. والله اتمنى يصلحون الجو. لان انا واحد من الناس، كنت ايه انا اقف مسوي علامه مع المرور يمكن يعرف الاخ جاي قبل. اوقف السيارات اعبر التلاميذ البنات والاطفال على المدرسه. جو هذول سووه كله غلط، يعني تمام سواه بس غلط، سواه دغمي هيجي. هسه الطفل اذا يطلع من فوق اذا وقع ما يقف الا إيه هنا، اذا وقع ما سووا شيء. والناشد على الحكومه على البلديه يجون ينظفون هذا النفق، على الاقل ينظفون الاطفال، العالم تفوت وتطلع. الايام اللي تلمى إيه هنا ندعم، حرمه ندعمت هنا، واحد ابو ماطور هنا ندعم، طفل ندعمت، البحر بالليل طفل إيه هنا بيتهم إيه غادي. البحر بالليل ندعم إيه هنا، هم عبر بالشارع وندعم، هم شلنا ودوه على المستشفى. يعني اتمنى اتمنى انه من البلديه انه تجي بس تراعي تنظف إيه هذا النفق. والله اكو ايش ما اكو، بس لازم دعم، يعني دعم المسؤولين من الحكومه من البلديه انه يجي ينظفون. هذا كان معبر للطلاب والكبار السن، كان معبر من هنا، يعني سووا لنا هذا يعني كبار السن ما يقدروا يصعدون عليه، بدي يعبرون على ذاك الصفحه. يعني هذا المعبر كان يعني طالبات وطلاب يعني اطفال، وكان كبار وكان كبار السن يعبرون من هذا النفق. يعني النفق كان نظيف ويعني ما به شيء، سبحان الله. يعني بهذا الحرب مال داعش يعني تدمر النفق وصار فيضان وصار هالشغلات، العالم ما بعد قد تعبر. يعني عندك الطالبات او طلاب ما يقدر يصعد فوق، او كبار السن ما يقدر يصعدون فوق على الجسر، لان ما يقدر، اللي مريض واللي ما يقدر يصعد هالدرايش كل هالدرايش يعبر على صفحه الاخ، واذا دي يعبر دي يندعم.